السلام عليكم يا شباب، النهارده عاملين ايه؟ النهارده هنعمل جولة سريعة على فيديو ممكن تشتري اي شيء بدولار. ان هو المحل ده زي ما انتم شايفين، احنا كل حاجة هنا في المحل ده بدولار. دي حاجات الكريسماس، كل اللي انت شايفه هنا بدولار. دي ادوات الزينة، زي ما انت ما تنسيش الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. ده الورد ده بدولار برضو زي ما انت شايفين كده. دي يعني ادوات الزينة بتاعت الكريسماس بدولار. ده يعتبر من ارخص المحلات اللي هنا موجودة. دي يعني مفارش والاطباق بتاعت الترابيزات. دي شوك، ده 48 شوكة تقريبا بدولار. وده زي ما انتوا شايفين كل ده الحاجات دي بدولار. دي الشوك 48 واحدة بدولار. دي يعني ادوات برضو الزينة بتاعت الهدايات. ترابيزات برضو، المفارش، كوبايات. دي يعني برضو ألعاب الموسيقى. ده زي المفارش، وده ألعاب الزينة، ودي يعني الغشوش زي ما انتوا شايفينها كده بيحتفل برأس السنة. زي ادوات الحفلات التنكرية بتاعت رأس السنة. ده حاجات اطفال، العاب، اي لعبة هنا بطلار زي ما انتوا شايفين كده. ده كل ده العاب اطفال. ده اقلام، كراريس، ادوات مدرسيه زي ما انتوا شايفين. كل حاجه هنا بدولار برضو. الاربع اقلام دولت بدولار. الفلوماستر، وهنمشي على قسم تاني. ده برضو اطفال، لعب اطفال. ده كل شيء هنا بدولار زي ما انتوا شايفين. احنا ما زلنا في قسم الاطفال زي ما انتوا شايفين. كل ده لعب اطفال. الجيتار ده بدولار. ده العاب اطفال برضو، رسومات. دي يعني ادوات بلاستيكية، مصافي، كونتينرات، اي حاجة مخصوصة للبيت. ده بدولار واحد. ده كونتينر ده بدولار. ده بوكس للشوك والسكاكين. دي ادوات بلاستيكية. ده كونتينر تلاجات. ده كل شيء في المحل ده بدولار. ده كوبايات، دي كوبايات قهوة، شاي زي السخان كده. دي برضو أدوات مدرسية.
ده يعني كتب أطفال ومجلات، بودلار، قصص أطفال، دي أدوات مدرسية، الأقلام دي أي كل ده بدولار الواحدة. دي زي ما انتوا شايفين برضو دي يعني رسومات، ده زي المفارش، ده أدوات مكتبية برضو، زي ما انتوا شايفين لسه احنا ماشيين برضو في المحل زي ما انت شايف كده. دي يعني أدوات زينة بتتعلق على الباب بتاع الشقق أو في الجناين، دي يعني أدوات رسومات خشبية ممكن تألونها أنت بالألوان المائية. ده بودلار زي ما أنت شايفين كده، ده خيوط تركو بدلار، ده ورد بلاستيك برضو بدلار، برضو ما زلنا في الأدوات الورد البلاستيك. كوبايات، ديكوروتات، ده كارت أعياد ميلاد أفراح، ده الاتنين كارت بدولار، اي مناسبات للكروت دي على فكرة، اي مناسبة موجودة هنا الاتنين كارت بدولار، ده ارخص محل ممكن تجيب منه كروت المناسبات. لبابا نويل، ده كل الحاجات دي الديكوريشن ده بيتعلق على الباب. ده الاتنين كارت بدولار، ده الكروتة بتاعت الكريسماس، دي يعني أعياد الميلاد، زينة أعياد الميلاد دي يعني ترابيزات، أطباق، مناديل، شمع، برضو ده أدوات البلاستيكية، التلاتة بدولار.
ده الاتنين بدولار دولة الباكس البلاستيك، كونتينر البلاستيك ده بتاع التلاجات. دي أدوات المتلجات، دي التلاجات. أي عصير زي ما انتوا شايفين، ده العصير ده بدولار، ده العصير. البيض ده العلبة دي بدولار. الجبنة دي يعني موجودة بدولار. بيتزا لانشون زي ما انتوا شايفين. الخضروات دي كده، الباب كينج ده موجود بدولار. ده العيش، ده اللحمة. كيس الخضار دولت المفرزة بدولار. ده أي حاجة في التلاجة دي بدولار. زي ما انتوا شايفين البطاطس، ده البيتزا بدولار زي ما انتوا شايفين. بيتزا الهامبرجر، ده انواع، كل ده انواع مجمدات. الوقت ده اخدها على قسم التنظيف بتاعت الكيتشن، ودي المعطرات الجو. كل ده وانا ده الكونتات بدولار. ده السبلاي، ده الحاجات بتاعت الكيتشن، تنظيف الكيتشن، الحمامات والمطابخ. ده فرش، مقشات زي ما انتوا شايفين. ده كل ده بدولار. ده فوط، ده برضو الأطباق البلاستيكية بتاعت الأكل. الدولت بيجني 24 طبق بدولار. دي كوبايات برضو مية تشرب فيها المية. دي أنواع المربات. دي علب الفرن بدولار. الصواني زي ما انتوا شايفين، دي الصينية دي بدولار واحد. جميع المقاسات تقريبا. ده الورق الفويل بتاع الطبيخ بتاع تغطيه الصواني. ده التراش باك بتاع علب كيس الزبالة. ده كل ده احنا لسه في الأدوات المنزلية دولت، شوك، سكاكين، كل ما هو يتخصص في الكيتشن لأدوات الطبخ. زي ما انتوا شايفين ده بدولار. المعالق دي يعني والكبات. ده الكيتشن اللي هو بتاع الطبخ. دي المعالق دي كلها أي شيء بدولار واحد. دي يعني زي ما انتوا شايفين كده، ده احنا لسه في أدوات المطبخ، كل ما هو يتخصص بأدوات المطبخ، فوات، شوك، سكاكين. دي يعني بتاعت الكونت بتاع الفرن، الحاجة السخنة اللي تمسك بها، ده بدولار. دي الفوط بتاعت أدوات الطبخ. كل ده احنا لسه مازال في المطبخ بتاع حاجات الطبخ والسكاكين. ده ورق حائط، ده أدوات غسيل. ده المناديل اليد، ده بدولار اللفة الواحدة زي ما انتوا شايفين. دي المناديل. احنا برضو في قسم الهاوس برودكت، كل ما يلتزم هو البيت. ده أدوات غسيل، مسحوق غسيل، ده بدولار. ده كلور، ده بدولار. ده مواد معطر للجو. ده أدوات، كل دي يعني معطرات وغسيل. ده مادة سبلت بتاعة الحوض، غسل الأسخن، أرضيات.
ده سائل للغسيل الأطباق، بودلار بجمع الروائح. ده برضو غسيل كل حاجة هنا، بودلار دي المعلبات الشاي ده، كل دي المعلبات الكان زي ما انتوا شايفين. دي يعني دقيق الكيك، ده عسل، ده بتوع البسكوتات. ده كل حاجة ده تونة وسردين، كل ده بدولار. ما زلنا في قسم المعلبات لسه، دي شوربة خضار، أنواع الشوربات دي، كل ده خضار معلب بدولار. انواع العصاير، عصير مانجا، عصير تفاح، ده البيبس، ده سبرايت، ده الفانتا. كل ده ازاز الصودا، دي بودلار. بيبس، شويبس، ده الكان، ده بودلار برضو. ده المية، ده الست ازاز المية دولت بودلار. ده مربى فراولة بودلار. ده قسم الشيبسيات، ده السناك الشيبس زي ما انتوا شايفين، ده بدولار. ده قسم السناك، ده فشار الباب كورن. دي ادوات لسه ما زلنا احنا، ده برضو قسم الشيبسي، جميع انواع الشيبس الموجودة عندك بدولار الكيس. كل انواع الشيبس ده اي نوع بدولار بجميع الانواع. يعني الهوت شوكولات بودلار، العصائر دي كل ده بيطلار. ده الايس تي، الشاي المبرد. عصير البرتقال بودلار، فراولة، برتقال، عنب، تفاح. ده قهوة، ده قسم كوبايات وصحن، ده الصحن ده بدولار الواحد. ده يعتبر من أرخص المحلات الموجودة في أمريكا. كل اللي صد يعني المطابق دي الواحدة بدولار، المج ده بدولار. زي ما انتوا شايفين كل اللي صحن دي الواحد بدولار.
ما زلنا في الأدوات المنزلية، كوبايات بودلار، كوباية بودلار زي ما انتوا شايفينها كده. كوباية بودلار زلنا في قسم الأدوات المنزلية. ده حاجات ال ده جوانتات شرابات بدلار، جوانت طواقي. قسم الشوكولاتات دي يعني، الشوكولاتات دي يعني بدولار، ده بيسموه السناك زون. قسم الشوكولاتات ده السناك زون. زلنا لسه في قسم السناك اللي هو الشيبسي والأطفال. ده غسيل لسه الأطباق، ده الشيء ده موجود لسه برضو. ما زلنا ده قسم الشوكولاتات برضو بودلار دواني. ده الشوكولاتة دي يعني ده زي الرز واللبن، ده جيلي بدلار، كل انواع الجيلي ده بدلار، ده فول بدلار، ده لبش سوري بدلار. زي ما انتوا شايفين كده كل الانواع الشوكولاتات دي بدولار. وما زلنا في قسم الشوكولاتات، كل انواع الشوكولاتة موجودة هنا بدولار. وما زلنا الناس زي ما انتوا شايفين الناس بتعمل اهو شوبن، بتشتري الحاجات للبيت. متنساش الاشتراك، ده قسم البسكوت. اي انواع البسكوتات ده بدولار واحد. ده قسم البسكوت، البسكوتات السادة والبسكوتات المحشية بدولار واحد.
ما زلنا لسه في المحل. ده قسم الأطفال، الجوانتات والشرابات. ده اللمض الليد بودلار، الليد بودلار اللمض دي يعني. اللمض ليد دي سماعات بودلار، كفر تليفونات، السماعات ببودلار، سكرين بروتكت. الشرجات لسه في قسم السماعات. ده كل ده أدوات تليفونات. زي ما انتوا شايفين كده، دي قسم الأدوات، مفكات، ميزان مياه، غسيل العربيات، شتر، ده مفكات، ودي حبال. دي أدوات لغسيل العربيات. دي الماسكات بتاعت الشغل، أدوات الشغل دي بتاعت البوهيات، السباغة. ده لزق. دي أدوات للكلاب، دي الأكل، فوط، أصحن للكلاب، ألعاب للكلاب دي يعني. ده كل ده أدوات للكلاب. ده قسم للكلاب مخصوص. وما زلنا في قسم الكلاب، الكلاب والقطط. دي انواع الشامبوهات. الشامبو ده بدولار بس، يعني الشامبوهات يعني ماهيش الاصل يعني اللي 100%، بس بدولار. زي ما انتوا شايفين ده كل انواع الشامبوهات دي بدولار. الشامبوهات دي كلها بدولار. شايفين كل دي شامبوهات، دي كريمات. دي يعني شامبوهات برضو بدولار. دي كريمات، كريمات دي بدولار. دي صبغات شعر يعني، بس مش اصل يعني، يعني بدولار الصبغة دي يعني الشعر. دي فرش شعر، دي أدوات للحريمي، توك، فراش. زي ما انتوا شايفين كده
دي مضمضة غسيل أسنان، ده قسم أدوات للبرد، لو حد عنده عيان برد ولا حاجة كل الأدوية دي للبرد بدولار. دي فيتامينات. ده بدولار الفيتامين ده. ده كريمات للبرد بدولار. ده كريمات للبرد دي بدولار. ماسل ريلاكس دي المضمضة، كل ده غسيل الأسنان، سلكات الأسنان، المعجون، فرش ده بدولار، كل ده فرش دي بدولار، المعجون ده بدولار. دي يعني حاجات الحريمي، دوان المضمضة، المعجون تاني ده بدولار. ده الصابون بدولار، جميع أنواع الصابون. صابون اليد ده السائل بدولار. ودي كانت جولتنا النهاردة في المحل ده. المحل ده عبارة عن 3 دولار، اي حاجة فيه بدولار. وياريت يكون الجولة داخل المحل عجبتكم، واتمنى ان يكون الفيديو حد تستفاد منه، ان انت ممكن تشتري اي حاجة بدولار في المحل دوني. وزي ما انتوا شايفين دي كانت جولة سريعة داخل المحل، وما زلنا احنا بنتجول في المحل زي ما انتوا شايفين كده، ان هو حاولنا نجيب لكم كل شيء على قد ما نقدر في المحل، وشرحنا لكم بالتفصيل ايه المحل عبارة عن ايه. وزي ما انتوا شايفين احنا لسه داخل المحل، وده فيديو كل شيء في المحل ده بدولار واحد، وما زلنا احنا داخل المحل زي ما انتوا شايفين كده. احنا ماشيين دلوقتي في داخل المحل بنعمل الجولة السريعة على أساس نوريكم كل شيء كده عن المحل بالسرعة، وإحنا الوقت بنحاول بننهي الفيديو ده بعد ما فرجناكم على كل شيء مختص بالمحل، كل شيء فيه بدولار. ودي كانت جولة سريعة، وزي ما انتوا شايفين كده أنا خارج الوقت من المحل. ويا رب ده يعجبكم المحل ده، اي شيء بدولار واحد بس. واتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، ولو انتوا عايزين تعرفوا اي شيء عن فيديوهات جديدة او بلاج جديد، سلسلة بلاجات في امريكا ازاي ممكن تشتري اي حاجة بدولار، ممكن يا ممكن تشتري اي حاجة بدولار من داخل المحل ده اللي احنا وريناه لكم، واحنا لسه خرجنا بره الوقت المحل. وياريت الفيديو ينال اعجابكم، واتمنى ان انت تعمل اشتراك في القناة ويوصلك كل ما هو جديد. ولو انت عايز اي محتوى او عايز تشوف اي شيء في امريكا انا ممكن اوصله لك وانت عايش في الوطن العربي، مفيش اي مشكلة. ودي كانت جولة سريعة كده داخل المحل 3 دولار. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفادوا منه، وان شاء الله نعمل فيديو جديد باذن الله كده عن حاجة شيء مختلف. وانتظرونا في فيديو جديد في الكريسماس، في الشوبن كريسماس. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وبكرر لكم تاني من فضلك ما تنساش الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد،
واتمنى منكم ان يكون الفيديو يعجبكم.